شباب محاضرتنا لهذا اليوم هي Fixed Length Codes. Fixed Length Codes نستخدمها من يكون المصدر يولد رموز باحتماليات تقريبا متساوية، فهذا يؤدي أنه طول الكود لكل رمز اللي هي LI L1 إلى L2 L3 إلى LN راح تكون تقريبا تكون متساوية وتساوي الأفرج كود لينث نفسه. الأفرج كود لينث L sub C ينحسب على أساس عدد الرموز، فالL sub C حيساوي لوغاريتم من أساس 2 لعدد الرموز في حالة أن يكون عدد الرموز هي الانتجر power of 2 اللي هي 2 4 8 16، وخلاف ذلك راح نأخذ الانتجر of لوغاريتم من أساس 2 of n زائد 1 إذا كان n مو الانتجر of 2. نأخذ هذا المثال، مصدر يولد 10 رموز باحتماليات متساوية، نريد نحسب الكفاءة مال الفيكسد لينث كود المستخدم لهذا الأساس. نقدر نستخدم الباينري كودينج، أكيد احتمالية كل رمز كونها متساوية الاحتمالية حتكون عندي 0.1، الـL sub C حيكون الانتجر of لوغاريتم أساس 2 of 10 زائد 1 وبالتالي يساوي 4 بتات. لكل مسج الكفاءة حتكون HX over L sub C لوغاريتم أساس 2 of 10 على 4 عالية 83%، وممكن نستخدم straight binary coding من 0 0 0 إلى 1 0 0 1 to assign الرموز من X1 إلى X10. مثال أصعب، لو فرضنا أن الـ fixed binary code ريد نستخدمه لـ throwing a fair die once, twice or three times، نريد نحسب الكفاءة. في حالة الـ once possible outcomes راح يكون عندي 6، وبالتالي الـ L sub C الـ average code length ولوغاريتم الأساس 2 أو 6 نأخذ للانتجر ونضيف له 1 يطلع 3 bits per message. الكفاءة راح تكون HX over L sub C، والـ HX هي لوغاريتم الأساس 2 6 على L sub C 3، تطلع الكفاءة تقريبا 86%. في حالة throwing the fair die 2 times راح يكون عندي possible outcomes هي 6 في 6 يعني 36، وبالتالي انت تساوي 36 على هذا الأساس الـ L sub C والانتجر of لوغاريتم الأساس 2 of 36 زائد 1 اللي هي 6 bits per message، بس المسج هنا تتكون من 2 symbols، وبالتالي L sub C تساوي 6 على 2 3 bits لكل symbol، وإنما الـ HX يبقى ولوغاريتم الأساس 2 of 6 bits لكل message لكل symbol، والكفاءة هي HX over L sub C اللي تساوي لوغاريتم الأساس 2 of 6 على 3 اللي هي تقريبا 86%. For throwing the fair die 3 times the possible outcomes راح يكون 6 في 6 في 6 يساوي 216 حالة. الـ average code length راح يصير عندي الانتجر of لوغاريتم الأساس 2 of 216 نضيف لها 1 تطلع 8 bits per message. المسج بتكون من 3 symbols، فإذا الـ L sub C هي 8 على 3 bit لكل symbol، والكفاءة هي HX over L sub C والHX هي تبقى لوغاريتم الأساس 2 of 6 على 8 على 3 اللي تساوي تقريبا 96.9%. شباب تحاولوا ان تطلعون الكفاءة في حالة throwing the fair die 4 مرات، يعني راح يكون عندي الـ possible outcomes هي 6 مضروب نفسها 4 مرات، 6 في 6 في 6 في 6، واتوقع الكفاءة راح تكون اعلى من هذا.